نحن دخلنا لبنان من حوالي سنة، يعني بسبب الظروف اللي معروفة للعالم كله بسوريا. طبعا نحن مسالمين، شعب اللي دفع الثمن، تهدمت بيوتنا وطلعنا بأرواحنا، بس يعني كل شيء راح، حتى وثائقنا يعني أغلبها راحت ما قدرنا نطلعها. بدأت معاناتنا مع عبد الله من حوالي خمس شهور. عبد الله معه سرطان، والعلاج الخطة العلاجية بتستمر حوالي سنة ونص طبعا، وتكلفتها هائلة جدا. تقدمنا للأمم المتحدة، الأمم المتحدة اعتذرت، يعني نساعدكم بمجال آخر، ممكن يعني نحاول أنه نسفر لكم إياه لبرا إذا ما في إمكانية هون. فإجتنا مسألة السفر، ومشكورين الأمم المتحدة، بعد حوالي شهر اتصلوا فينا وقالوا لنا أنه إجتكم موافقة بالسفر على إيرلندا. طبعا كمان بشكر الصليب الأحمر اللي ساعدنا بالخروج، كونه نحن ما عندنا وثائق، وبرد بعيد الشكر للصليب الأحمر اللي أنه تبنى أنه يعملنا جوازات على حساب منظمة، ويكون سفرنا ميسر عن طريق الفيز اللي بدي أقدم لنا إياها. يعني رد عاد الأمل لأنه أنه الصغير يعني إن شاء الله أنه بيكتب له عمر جديد. يعني عندنا بعض المخاوف أنه يعني بلد بعيد عن بلادنا كتير، مسافة بجوز بتنوف عن 6000 كيلومتر، بلد بيقولوا لنا بلد بارد، يعني في برد كثير. نحن حقيقة ما نعرفانين انه نحن رايحين إقامة، الحقوق اللي بدنا نحصل عليها هناك، يا ترى نحن مأمن من التخوف، يعني نحن خايفين على أرواحنا، نحن هربنا من الحرب، فبنتمنى انه نلاقي بإيرلندا الملاذ الآمن. ممكن شعور أي أب، جزء شعور ما بنوصف، إنه ابنه بده يطلع يتعالج برا بعد رحلة علاج طويلة. يعني تعرفوا هذا المرض يعني صعب جدا. طبعا أنا أملي كبير بالله عز وجل إنه هيأنا هالسفرة، ومشكورين كل الجهات سواء الأممية ولا الصليب الأحمر اللي ساعدنا كثير للطلعة ولرحلة علاج عبد الله. فأملنا إن شاء الله إنه تكون هالسفرة بداية بوابة لحل المشكلة، وبدعو الله عز وجل إنه يحل مشكلة سوريا كلها ويشفي أطفال العالم كله.